السلام عليكم. منذ عام مضى احتفلت دولة الإمارات باكتمال 50 عاما على تحقيق حلمها بإنجازات أبهرت العالم، واليوم تحتفل دولة الإمارات بعيدها الوطني 51، احتفالات تشهد كعادتها باحتفاء دولة الإمارات بماضيها العريق وحاضرها المشرف ومستقبلها وإنجازاتها وترابط ووحدة شعب يمثل أبهى صورة في توحيد الصفوف خلف قيادته الحكيمة الواعية. ولكن اليوم هو عيد اتحاد مختلف، لأنه عام استثنائي مع قائد استثنائي، عام استثنائي شهد أولى الخطوات نحو خطة 50 المقبلة مع قائد استثنائي هو للإمارات ولشعبها مصدر الفخر وعنوان العزة وقائد المسيرة نحو المستقبل، وهو للبشرية رمز للسلام والإنسانية والعطاء. اليوم هو احتفال خاص بميلاد مرحلة جديدة وانطلاقة واعدة بطموح حدوده الكون ووقوده همة وسواعد أبناء الإمارات. اليوم هو احتفال لتجديد روح الوحدة الوطنية بقيادة حامي حمى الاتحاد ومصدر أمنه وأمانه، احتفال بمواصلة البذل والعمل والعطاء من أجل رفع راية الوطن خفاقة دائما وأبدا مع قائد قدوة نذر نفسه وكل وقته لخدمة وطنه وشعبه. اليوم تحتفل الإمارات بمواصلة ترسيخ سمعتها العالمية، الشعب الأفضل والأنبل والأكثر عطاء في ظل قيادة أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية والعمل الخيري. اليوم تحتفل الإمارات بمواصلة ترسيخ سمعتها العالمية في نشر ثقافة التسامح وإرساء السلام بالمنطقة العربية والعالم. اليوم تحتفل الإمارات بعيد اتحادها مع قائد كان لسموه دور فاعل في مرحلتي التأسيس والتمكين، واليوم بخبرته وحكمته ورؤيته الثاقبة هو خير قائد للبناء على ما سبق واستشراف المستقبل ومتابعة المسيرة بخطى واثقة نحو الوصول بدولة الإمارات إلى أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لاتحادها. فهنيئاً لدولة الإمارات بعيدها 51، وهنيئاً لها بقائدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإخوان حكام الإمارات. كل عام والإمارات خالدة بتاريخها، معتزة بحاضرها، ومشرقة وواعدة بمستقبلها وبحكمة وشجاعة وكرم قادتها وأهلها. حفظ الله دولة الإمارات وقيادتها وشعبها من كل مكروه، وأتمنى لكل أبناء الإمارات ولكل من يعتبر الإمارات وطناً له عاماً سعيداً كله خير وبركة، والله يحفظكم ويحفظ بلدكم.